في الدقيقة السادسة مفتتحا باب التسجيل بعد هذه الكرة والعمل الفردي الناجح. فريق أمل الأربعاء أتيحت له فرصة أخرى عن طريق بوغروا الذي يسدد، لكن أسري في المكان المناسب. ثم بنفس الطريقة بوغروا يستلم كرة في ظروف مثالية، يسدد بقوة، الحارس أسرير بصعوبة وبمساعدة الدفاع ينقذ الموقف. الدقيقة 38 فرصة ثمينة جدا لأمل الأربعاء يضيعها دراجة، كانت فرصة قتل المباراة. الشوط الأول انتهى بتقدم ولودية العلماء بهدف دون مقابل. المرحلة الثانية أمور أمل الأربعاء تحسنت نسبيا، الفريق أوجد بعض المحاولات واستفاد من تطور مستوى حاجي في هذه المرحلة الثانية، لكن أسرير كان حاضرا يقظا وحذرا طيلة مجريات المباراة إلى غاية الدقيقة 30. وبعد هذه التوزيع بوغروا يفاجئ أسرير ويتمكن من معادلة النتيجة. معادلة النتيجة جاءت بعد مرور نصف ساعة لعبنا المرحلة الثانية، وجاءت ترجمة للتحسن النسبي لفريق أمل الأربعاء في هذه المرحلة الثانية. المباراة في دقائق المتبقية كانت مفتوحة على كل الاحتمالات. حميدي يسدد بقوة، الحارس فلاح على مرتين ينقذ الموقف، والمحاولة أخرى من جانب فريق أمل الأربعاء عن طريق مقداد، لكن الحارس أسرير في المكان المناسب. ثم مع تدخل الدفاع، وآخر فرصة في المباراة كانت هذه التسديدة القوية من بوغروا، والحارس أسرير في المكان المناسب.